إذن انتهت أزمة حزب النور، والنهاردة ذهب بعض أعضاء الحزب للجنة شؤون الأحزاب، سحبوا معارضتهم أو يعني ما كانوا تقدموا به لهذه اللجنة في اتفاق أن يعود الدكتور عبد الغفور مرة أخرى رئيسا للحزب. هل هذا الصلح يقوم على أرض صلبة؟ هل عاد حزب النور بنفس النشاط إلى الساحة السياسية؟ و هل هذا سيؤثر على موقفه الانتخابي؟ أسئلة كتيرة جدا هنسألها للأستاذ نادر بكار القيادي بحزب النور وأيضا عضو الجمعية التأسيسية. أهلا بك أستاذ نادر. أهلا وسهلا بسعادتك. أهلا وسهلا. هل أنت الآن المتحدث الرسمي لسه بحزب النور ولا ما اتفقتوش ولا إيه؟ والله هو إحنا في اتفاق، بسم الله، يعني إحنا في اتفاق كده يعني ودي بين الأطراف كلها وبعض، إن المسألة دي كلها سواء كل الاحترام للأستاذ الدكتور يسري حماد والأستاذ محمد نور، الثلاثة اللي كانوا بيتحدثوا سواء هو الدكتور أو أستاذ محمد أو أنا، يعني الثلاثة تهدأ فترة إن من يتحدث باسم من، لأن لازال في أذهان الناس إن كأن في جبهتين، فالأمر ده مش صحيح وعادت الأمور لمجاريها يعني. حاجة لتفاصيل الخناق والصلح، لأن أنا مهتمة بالصلح. هو الآن بقى صلح الحمد لله. الصلح إن شاء الله، لكن خليني أسمع رأيك الأول في خطاب الدكتور مرسي بالأمس في ذكرى حرب أكتوبر. كيف وجدت الخطاب؟ كيف وجدت كشف الحساب؟ والله وأنا ببقى من عادتي إن أنا بتأنى شوية في حاجة يعني ذات قيمة ومناسبة لا تتكرر إلا فيما ندر، لا سيما إن الخطاب كان ساعتين كاملين، يعني فرق عن خطابات سابقة كتير. فقرأت كده بعض تعليقات المراقبين السياسيين، ومن وسط التعليقات دي وفضلا لهذا الاشتباك ما بين مؤيد قوي ومعارض خالص، صحيح. يعني مؤيد بلا تحفظ ومعارض بلا انصاف، كان في سلة كده في الوسط هي اللي بتحاول توجد ايجابيات وسلبيات. من بين كل ده اعتقد ان هو المنظور اللي بنبص بيه للخطاب هو اللي هيفرق. لو بصينا للخطاب على انه خطاب شعبوي، يعني من ناحيه الفئه المستهدفه، الجمهور المستهدف، لو بصينا على الخطاب من ناحيه ان هو كان شعبوي، يعني كان محتاجين او محتاجه الكثره الكثيره من الشعب بعيدا عن النخبه، اللي محتاجه دغدغه مشاعر ومحتاجه لغه عواطف ومحتاجه ان تستشعر ان هناك رئيس هتلتف حوله بيشعر بهمومها، ده اعتقد الاجابات هتبقى اكتر. لو بصينا من ناحيه النخبويه ونتكلم على الرؤيه والخطوط الاستراتيجية، لا السلبيات هتبقى أكتر. من ناحية الشعبوية كان في أكثر من إشارة، اختيار الاستاد وامتلاؤه، أنا أعلم إن, 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 إن جزء كبير من اللي كان في الاستاد من التيار الإسلامي بصفة عامة ومن الحرية العادلة بصفة خاصة، وده من وجهة نظر ما يؤرقنيش كتير، لأن هيظل دايما، وده تحول ديمقراطي بقى، إن فكرة إن الرئيس اللي بيلتف حوله كل ملايين الشعب المصري بنسبة 99.9 خلاص بقى دي انتهت. بس ده هنا رئيس بيلتف حوله ناسه لا بس لا حول ولا قوة الا بالله، كان في ناس من بره التيار. ما انا هذكر لحضرتك، هيظل برضو الرئيس زي اوباما كده ورومني والكلام ده، هيظل دايما له كتلة حرجة من الانصار اللي بتؤيده على طول الخط، وهذه الكتلة تتحرك اينما ذهب، زي ما بيحصل مع اي زي ما بيحصل مع اي مرشح رئاسي في الدنيا كلها، وزي ما بيحصل مع اوباما بقول لحضرتك ورومني وغيره. وفئة تانية هتظل يعني العلاقة فاترة ما بينها وما بينه، ما بتنظر مش قوي بعين الرضا لكل خطوه بياخدوها. بس عامه كان في اشاره ذكيه من البدايه باختيار الاستاد لاظهار الرئيس ان في شعبيه كبيره لازالت له او بتزداد وفي التفاف. هل احنا هنا بنحاول او يعني معلش خليني اسالك بقى، هل هي محاوله يعني لاعاده او لتاكيد شعبيه الرئيس؟ هل الحريه والعداله كان بيحاول هنا ان يؤكد شعبيه الرئيس في وقت سامع فيه عن تقارير عن تدني معدلات، مش الشعبيه، تدني معدلات تحقيق اهداف الميتيو؟ كويس، ما هو خلينا بقى نوازن، هو الوضع الآن والتوقيت حرج إلى أقصى حد، حرج داخليا وخارجيا. خارجيا المفترض أن الزيارات الكثيرة اللي بيقوم بها، أنا فاز أقول الرئيس مرسي اللي بتقوم بها مؤسسة الرئاسة، لأن أنا بحب الكلام المؤسسي، المفترض مؤسسة الرئاسة والسياسة الخارجية بتقوم بها مع دول كثيرة، واضح أن هي هدفها الأول الهدف الاقتصادي وتحقيق الشراكة الاقتصادية. من حاجة حضرتك؟ لا يعني بجد انت اصلا هقف عند انت، ما هو انا كده انا عايز ارجع نقطة ثانيه بس هفصل. طيب هو الرئيس مرسي صدقا الرئيس مرسي حتى هذه اللحظه يؤدي خارجيا اداء فوق الجيد جدا، لكنه اداء حتى هذه اللحظه منفرد، بمعنى مزبوط. ان انا مثلا كنت كتبت مقال بقول له قبل زياره ايران لا داعي لايران يا سياده الرئيس، وسردت الاسباب. فوجئت
بالاوت ستاندنج بيرفورمانس اللي هو حققه هناك في الايران، لكن ظل برضو السؤال، هل لو انت كنت تخلفت وكان مكانك وزير خارجيه كان هيؤدي نفس الاداء؟ هنا السؤال، لو كان مكانك من تستخلفه كان هيؤدي نفس الاداء؟ اعتقد لا، يعني ده ادائك انت المنفرد، ادائك اللي بيزداد ثقه بس نفس بمرور هذا الوقت. الاداء لم يكن في الامم المتحده، ما كانش فيه، يعني كان عليه اعتراضات كثيره ما في هو تركيا. خطابه في الوقت في الامم المتحده اكيد هيفرق عن خطابه في الاستاد، وهيفرق عن خطابه في الصين، وهيفرق عن خطابه في ايران. لكل ظرف هو بيحاول ان يتكيف مع كل ظرف، بيحاول ان هو يفرض سطوه لمصر كانت غائبه بقالها هقول اخر 10 سنين كاملين. فارجع تاني لخطاب الاستاد، هقول اختيار الاستاد نفسه لا، مش كان محاوله ان هو ان يتلحق بيها شعبيه متدهوره، بالعكس انا شايف ان شعبيته بتزداد بمرور الوقت، لكن اعتقد كان اشاره برضه للخارج ان في شعب بيلتف حول هذا الرئيس، ومن ثم اعطاء نسبه ثقه اكبر اضافه الى الزيارات الخارجيه والى التعامل الشخصي الغربي مع الرئيس. كان محاوله برضه لاظهار ان الرئيس الناس بتلتف حوله، ومن ثم اعطاء الكتله رساله الحرجه، عشان بس نبقى اعطاء رساله بالاستقرار، بس عشان نبقى واضحين ان هذه الكتله، يعني من كانوا في الاستاد بالامس اغلبهم كان من التيار الاسلامي زي ما حضرتك، يعني من الحريه والعداله، يعني ده الشكل الظاهر، وان كان لا الباب كان مفتوح للجميع، ومن الجنود طبعا، انما ده ما يعيبش هذه المساله. النقطه الثانيه، الكلام بارتجاليه من غير ورقه ده له ايجابيات وله سلبيات. ايجابياته بتطغى، الايجابيات ان الناس رات انسانا او رات رئيسا كل هو يتكلم بهذه الارتجاليه ويذكر هذه الارقام، وان كان ليه عليه تحفظ، بس ان هو يتكلم بهذه الارقام وهذه الاريحيه والانسجام مع الشعب من غير ورق يمل السامعين من ترداد ما فيه. الناس شعرت حضرتك ما زهقتش، لا بس انا بتكلم عن حته القراءه بس. الناس رات ان هذا الرئيس قطعا كده منغمس في هذه المشاكل، انه يستحضر هذه المشاكل كلها ويسردها سردا مباشرا بغير وقوف. بس يبقى كده الناس سمعنا راي تاني من الناس، مديني طب اديني فرصه، سمعنا الناس بتقول لك هو بيقول ارقام دي ايه، الارقام دي مش موجوده على الارض. لا هي موجوده، انا حاجلها، انا بس اذكر الاشارات المحتفه بالخطاب. طيب ان هو يتكلم بارتجاليه كده كان ليها ايجابياتها، الناس شعرت ان هو كده منغمس في المشاكل حتى النخاع، وده كان امر مفتقدينه. انما برضو الارتجاليه سلاح ذو حدين، لان الارتجاليه اكيد هتخرج صاحبها عن اطار اكاديمي، فاكيد ممكن رقم هنا يشطح، ممكن توقع هنا ما يبقاش صحيح. والامر الثاني عدم الانتباه للوقت، لان اكيد ان الساعتين اكيد كانوا كتير، وان كان الناس ما شعرتش قوي بالملل، لان هم شايفينه ان عينه معاه، هو عنده برزنتيشن سكيلز عاليه او بتزيد بمرور الوقت، حاجز كبير من الرهبه بيزول ما بينه وبين الجماهير ان يلف او يجوب. طبعا دي دلاله سياسيه يعني قطعاً. دي عجبتك ولا ما عجبتكش؟ هي عجبتني، وانا مش عايز استبق واقول ان انا مش حابب دور الزعيم الملهم عامه، يعني بصفه عامه انا لا اريد تكرارا لجمال عبد الناصر نهائيا، انما انا اريد القائد المحبوب، بس برضه الناس تعرف تحاسبه، واللي اللي مش هيمنع حب الناس ان هم يسائلوه. هو ارسى، انا هجي لك في السلبيات، انا في حاجه بس لا استكمل. انا بسمع بس طيب. والله مستمتع. هو في مبدا ارساه جيد جدا، يمكن لو في سياسه واحده خرجنا بيها من الخطاب يبقى هي سياسه هقول المصارحه والمكاشفه، ان دي بدايه، وان هذا الرئيس يمكن ان نحاسب، دي واحده. الثانيه، انا سعدت جدا ان هو يهتم بما يكتب عنه، لان كان غيره من كان لو له مستشاري سوء كان ممكن كان ممكن يقولوا له لا اضرب الذكرى صفحا عنها وما تذكرهاش، انما معنى ان هو يقول ما باخدش بدلات سفر صلاه الجمعه اللي فيها مش عارف ايه. بس خلي بالك ده كله في المرحلة الأولى، وكان هذا هو شأن كل الرؤساء في المرحلة الأولى. خلينا ما نستبقش الأحداث. طيب. فعشان كده طب كويس جدا ناخد النقطة دي وأقول فيها أنا عايز بقى يبقى تقليد رئاسي، خلينا عشان ما يبقاش فلتة. يبقى احنا نقول جزاك الله خيرا، بس خلي يبقى فيه مسؤولية وتقليد رئاسي، إن مش بس بقى بدلات السفر، إن الكشف عن الذمة المالية للرئيس يصبح أمرا دوريا. مش كلما عنا للرئيس كل سنة، يعني كل ست شهور مع كل سنة يصبح الكشف عن الذمة المالية للرئيس ومرتباته ومرتبات اللي شغالين في مؤسسة الرئاسة يصبح تقليدا رئاسيا مش محتاج ثناء. تعالي بقى للنقطة الثانية، ان احنا نستشف رؤية معينة. هو غلب على الخطاب اللغة الاقتصادية، وده جيد لان الناس هتهتم بهذه اللغة، ومش انا شايف ان من اعظم انجازات ال 100 يوم مثلا انهاء الحكم العسكري، بس دي في خطاب شعبوي مش هتفرق، الناس بتبص على لقمة العيش بالزبط. فلذلك هو دخل مباشرة الى الموضوع الدكتور مرسي واتكلم عن لقمة العيش اللي هو الملف الاقتصادي. ايه اللي انت ما لقيتوش بقى في هذا الرؤية؟ احنا ده طرح جيد لراجل ملم بالمشاكل، لكن المشاكل ما بتتحلش في بشكل آني،
ولا بشكل فوري، بالعكس ده يجعل المنظرين استراتيجيا يستشعروا القلق، لان المشاكل اللي في مصر مش هتتحل في 100 يوم. خلينا نبقى صراحة، طبعا وانا كنت من البدايه رافض فكره ال 100 يوم، لان ال 100 يوم تنفع بيئه مرفهه سياسيا زي امريكا، الامور مستقره. فلما اجي اتنافس اوباما مع امني بنفسه في الكومبيتيتيف ادفانتج، ايه الميزه التنافسيه اللي حالة بيها عنك، فممكن اخد حته ال 100 يوم دي هعمل فيها ايه وانت تعمل فيها ايه. هي وقود الانتخابيه في النهايه يجب ان نفرق بين برنامج انتخابي وبين برنامج على الواقع. وكمان 100 يوم انت لك مناوئون، فمش هيتركوك في حالك في ال 100 يوم، فليه ارفع سقف التحدي؟ المشكلات مش هتتحل في 100 يوم. لذلك انا لقيت ان صعب ان انا استشف من الخطاب رؤيه، يعني رؤيه اقدر اتوقع بها الجديد منك. دي واحده. الثانيه، انخفاض سعر التضخم، انخفاض معدل التضخم، هذا لا يعني بالضروره ان في سياسه اقتصاديه ناجحه. صحيح. ده الف ب ليه؟ ده حاجه جيده بس ربما كانت بتاثير غيرك. فاحنا محتاجين قياس اللي هو الكي بي اي، اللي هو الكي بيرفورمانس انديكيتور، او معدلات الاداء، قياس معدلات الاداء الرئيسيه. بمعنى حضرتك اتكلمت مثلا عن ان ازمه المرور قلت ب 60%، عايزين مؤشراتك ايه؟ 60% قياسك ازاي؟ بناء على ايه؟ أيوة. انا عشان كده بقول لحضرتك ان الارتجال كان جيد، بس طول الارتجال مع الساعتين هيخلي فيه كتير من التفاصيل توقعنا في الغلط. اولا الرئيس مستوى خطابه نخبويا ما بينزلش لازمه المرور، دي بتترك لوزير، لرئيس وزراء. انما هو عشان شعبويا فكان لازم الاحاطه بكل التفاصيل، فليها سلبياتها. 60% مقارنه بايه؟ هذا هو السؤال. يعني ده انا عايزه يبقى انتقاد موضوعي، يعني بحيث ان الرقم اللي جاي يبقى 60% مقارنه بالسنه اللي فاتت، بالشهر اللي فات، الى جانب ان ازمه المرور ما تقص بالكيفيه دي، اعتقد يعني ما تقص بال 60%. بالذات مثلا حضرتك جاي لنا مثلا في وقت طويل مثلا متاخر علينا والدنيا زحمه. ازمه المرور مثلا ممكن تقسم لخمس مشاكل، فنقول نجحنا في علاج ثلاث مشاكل من الخمسه، يبقى نقسم الثلاثه على الخمسه، يبقى دي نسبه مئويه. انما 60% مقارنه بايه؟ فالدخول في هذه التفاصيل و60% و75% هنا ربما تشعر النخبوي والخبير ان في شيء هنا يدعونا الى لا الوقوف. والسؤال 60% من ايه ولايه، و70% مقارنه بايه؟ انما شعبويا قدر من استماله شعبيه وقدر من طمانه وبس، روح تفاؤل ربما تفيد لحظيا، بس بمرور الوقت لا. انا يعني استوعب اكثر ان يكون هناك زي جورباتشوف سياسه الاصلاح والمصارحه، ان يبقى في مصارحه للناس ومكاشفه لهم بالوضع شديد التدني اللي احنا ورثناه من ذي قبل. واللي انا بقى عايز اقوله الخطه الزمنيه، الهدف يبقى سمارت، يعني يبقى هدف يمكن قياسه على المستوى القصير، على المستوى المتوسط، ويمكن قياسه بحيث ان بعد 6 شهور نقول للرئيس كان في الهدف الفلاني تحقق منه قد ايه نسبه مئويه، عشان لا هو يتزنق ولا الشعب نفسه يبقى فاقد الاتجاه اللي يقدر بيه يراقب رئيسه ومؤسسة الرئاسة. ألا ترى أن وجود هذا الحشد من مناصري أو مؤيدي الرئيس في الاستاد فقط يشعر الناس أنه ليس بعد رئيسا لكل المصريين، هو فقط رئيس لهؤلاء الناس اللي هم أيدوه وصوتوا من أجله، 13 وحاجة مليون دول هم بس اللي بيؤيدوه، وأن باقي الناس خارج المنظومة، خارج الحسابات؟ لا أنا لا أستشعر ذلك. أستشعر ده لو كانت الدعوة لحضور الاستاد جاية من الحرية والعدالة، وده يبقى خطأ كبير، بس ده ما حدث. لو كان كل اللي قاعدين في الاستاد من الحرية والعدالة، أنا بقول لحضرتك للأمانة واضح إن جزء كبير جدا من اللي في الاستاد تيار إسلامي، واضح جدا. إنما هذا لا يعني إقصاء الآخرين، بالعكس أنا شايف إن شعبيته، ولكن مين اللي راح يعني؟ ما أنا شايف إن شعبيته في الشارع، مين اللي تم حشده؟ ما هو في دعوة جماعية مفتوحة، ده استاد القاهرة، وبالعكس دي إشارة، إشارة إلى استتباب أمن. لا يمكن في أي دولة من دول العالم أن يلام حزب وصل رئيسه إلى سدة الحكم على إنه بيحشد له المناصرين. ده بيحصل مع أوباما أهو، بيحصل مع من النور أن يرسل بعض من أنصاره. لا إطلاقاً إطلاقاً، الأمر كان مفتوح إطلاقاً، وكان في أعضاء من الدعوة السلفية، أعضاء من النور متواجدين. صحيح. في الإستاد كدعوة عامة، لكن لم يطلب الحشد. أرجع بقى للصلح لحزب النور. هذا الصلح، احكي لي تفاصيل الصلح، اتفقتوا على إيه؟ هل هو صلح قائم على أسس؟ إن شاء الله قائم على أسس. أنا أود أن أنا أشكر الدكتور عماد عبد الغفور والأستاذ السيد مصطفى، كلاهما لعب دورا كبيرا في إتمام الصلح. الخلاف كان خلاف إداري، ربما أججه بعض وسائل الإعلام، عشان ما أحبش التعميم، بعض وسائل الإعلام أججته، بعض وسائل الإعلام سمحت بكثير من التراشق وهي زودتها شويه، فده ادى لإحن كثير في الصدور وتراكم. هو كان موجود اساسا يعني، قطعا ما فيش حاجه بتبقى وليده اللحظه يعني. لكن هو يحسب لحزب النور اولا القدره على اداره الازمه،
دي كانت أزمة كبيرة جدا، وأنا لسه سامع من الناس امبارح مراقبين إن في أحزاب أخرى لها كل الاحترام والتقدير، لن أذكر أسماءها لكن ذاكرة الشعب تستوعبها جيدا، حدث ما بينها أزمات لا أدت إلى انشقاق لا أو الوفد أدت إلى مثلا أنا حصل فيه أزمات قوية. لا ما احنا فاكرين، ما احنا مش كويس في 2005 وغيره طبعا. كذلك أحزاب تانية كتير، الأزمات ما مرتش بسلام. فأعتقد أنه هو توفيق الله وحده سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى أشخاص إنما التوفيق لله، إن كان فيه قدر من إخلاص النوايا إن الأزمة تحل وتحل بإرضاء جميع الأطراف. دي واحدة. اتفقتوا على النقطة ايه؟ الثانية، ما النقطة الثانية كان فيه قدرة ربما تكشف عنا الأيام بعد ذلك، قدرة عند كل الأطراف في النور والله كل الأطراف على إدارة ملف التفاوض، وده جيد جدا أن يتنازل الطرفين بصورة تمشي عملية التفاوض، تتغاضى عن الكثير من النقاط المأخوذة هنا وهناك، فتقدر على إدارة أزمة، إدارة ملف التفاوض تدرس كتجربة مصرية إن هي تعالج في فترة بسيطة. وصلنا ليه الرموز بقى؟ برضو، رموز أمناء الدعوة السلفية كان لهم دور كبير تدخلوا جدا، أعتقد. لأنهم ليهم قبول عند الطرفين، وتدخلهم كتدخل أدبي. المرحلة الأخيرة بقى الحرجة اللي كانوا فيها الوسيط اللي بيسمع من هذا الطرف ومن هذا الطرف وبيرشد موقف هذا الطرف وهذا الطرف، توصلنا إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه، أن يتنازل الدكتور عماد، وتنازل مشكورا عن ذلك عن قراراته السابقة، وتتنازل الهيئة العليا عن قراراتها القرارات السابقة. السابقة كان فيها إقصاء لحضرتك، وكان فيها إقصاء لعدد من الناس من الهيئة العليا هو على ما أعتقد. إقصاء ليا والعدد من الهيئة العليا، يمكن كان في قدر من اللي بالغ فيه الإعلام، هو ما كانش بالأسلوب ده من جانب الدكتور عماد، ويمكن ده برضو اللي زود المشكلة لا شوية. يعني هو لكن عامة ما قالش إقصاء أو ما قالش لا، هو ما استخدمش هذه إيقاف أو العبارات، لا للأمانة لم يستخدم هذه العبارات، زي ما هم قالوا عننا برضو نحن استعملنا عبارات سيئة جدا في حقي، وده لم يحدث. وأنا لما طلعت بعد ذلك بعد ربع أسبوع العسل اللي خدته، لما طلعت بعد ذلك ما تكلمتش على الدكتور عماد بأي صورة سلبية على الإطلاق، كان هممني المؤسسية. اتفقنا على عودة الأمور إلى ما كانت عليه، وعقد جمعية عمومية يوم ماذا الخميس سيحدث المقبل إن شاء الله. في هذه الجمعية العمومية؟ لا الناس بقى تقعد تجتمع مع بعض، الشكاوى المقدمة في الانتخابات نقر بها ويتحدد لها وقت ولكن للبت فيها. الانتخابات تستمر. هي خلصت اصلا خلصت انتخابات لكن كان في الانتخابات مشكلة. الداخليه الدكتور المشاكل بقى عماد اللي كان بتصعب. يرفض هذه الانتخابات. لا هو الدكتور عماد كان له وجهه نظر، طبعا هو مسؤول عنها، وان كان انا مش عايز افتح بس الملف لا بس القديم هو لانه قال ان انتهى. الانتخابات دي مزورة. الشكاوى التي لا يعني هو ما قالش بالشكل لا الكبير قال ده، مزورة في والله انتخابات العظيم هم عارفين انها مزورة. في محافظات كان فيها مشاكل، هذه المحافظات هيبت في شكاواها زي ما نصت عليه اللائحه، سواء مجلس الشيوخ او قبليه اللجنه المشرفه على الانتخابات، هتبت في هذه الشكاوى، ومش هيستتب امر الا بعد الفصل في كل الشكاوى والطعون. طب جبهه الاصلاح داخل الحزب مستمره في دعواها القضائيه ضد دكتور عماد عبد الغفور، ماذا ستفعلون فيه؟ انا لا اعرف شيئا عن هذا الموضوع. مين الجبهه دي؟ لا اعرف ولا ادري. انا ليا اكيد الدكتور سمعت عماد عنها. اكيد طبعا وعارف، ما هو كلمه لا ادري كلمه رسميه مني، انما وراءها ما وراءها، ان انا ليا الدكتور عماد الذي نكن له كل احترام وتقدير، اللي هو رئيس الحزب الحالي، ليا الهيئه العليا التي انتسب اليها وتشرف بالانتساب اليها، يعني ليس لي علاقه بالاخرين، ولا سيما ان البعض لا زال بيصر على نفخ النار مره اخرى. مين من مصلحته يفجر حزب النور؟ لا من بره النور كتير، من بره النور. لا كتير طبعا، هل كتير. من مصلحه الاخوان المسلمين تفجير حزب النور؟ لان دي قلتها 3 4 مرات ان انا يعني ابرئهم تماما من هذا الموضوع. طبعا احنا كان لينا حوارات كثيره وتقصي كثير، ابرئهم تماما من هذا الموضوع. الناس منشغله شغل تقصيت تاني خالص، دورت كلنا ليهم شغل تاني خالص غير الانشغال اللي احنا فيه ده. بعضهم كمان قال خيرت الشاطر، الكلام ده كذب تماما وعاري تماما من الصحه، إذا ومش من مصلحه، انا عايز اقول مش من مصلحه الاخوان المسلمين كده خالص. لا هو اللي كمان اللي طلع شائعه الاخوان المسلمين ده هو قصده ضرب التيار الاسلامي، يعني بالمره بقى ما دام هو الدنيا مش عليله كده في نور، فهيصدقوا ان الاخوان بيدبروا لهم شيء، وده شيء غير صحيح. الدكتور عماد عبد الغفور قال في تصريح من التصريح ان هناك اصابع خارجيه تلعب. صحيح صحيح، وده احنا كلنا متاكدين منه. لا مين هم اشخاص ربما من التيار السلفي؟ لا 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 خالص، لا من بره هذا، من بره هذا التيار ربما، بس لان احنا تعودنا دايما لما نتكلم ببينات. الامر ده يكتم يعني نكتمه الان لعدم توافر البينه القويه، لكن هناك شكوك قويه جدا في اصابع خارجيه من بره هذا التيار تماما، هدفها طبعا اسقاط النور، وهدفها ان هو يتكعبل قبل الانتخابات. هل موضوع زياره احمد شفيق دي كانت ايضا قنبله فجرت الحزب من الداخل او يعني؟ لا هو البعض شاف ان هي قنبله، لكن الناس بقى السياسيه اللي فاهمه
امتى تبقى مقابله الفريق؟ انا عن نفسي ايه المشكله بقى في دي؟ انا عن نفسي كشخص انا كان ليا وجهه نظر، ويمكن دي الحمد لله انا في يوتيوب وفي مقالات مكتوبه. انك لا ترى في ذلك غضاضه. لا لا، اثناء قبل الانتخابات المرحله الثانيه انا كنت ضد الفريق احمد شفيق على طول الخط، ويمكن هو في مره عنف جامد على الهواء شخصيه نادر بكار، وده كان مسمع على صدري وقتها، لان انا كنت شايف المساله مساله مبدا. انما التفاوض السياسي انا ما كنتش جزء فيه، انما التفاوض السياسي لا يمكن ان يعاب عليه، يعاب على اتفاق مشين، اتفاق مخجل. انما فكره الجلوس فقط لا، دي مراهقه سياسيه. ان يعاب على فكره الجلوس مع الفريق احمد شفيق دي مراهقه سياسيه. هل حضرتك لا سيما لا سيما وان الاطراف اللي قعدت، العلماء اللي قعدوا وطلبه العلم اللي قعدوا او القياديين في الدعوه السياسيه السلفيه اللي قعدوا مع فريق احمد شفيق قعدوا بمحاور محدده. الراجل نفسه دخل اثنى عليهم، قال ان دي ناس محترمه وفت بوعدها، وقالوا لي صراحه لا احنا ادينا كلمه للدكتور مرسي وصعب ان احنا ندعمك من البدايه حتى، انك لسه صاحب مشروع اسلامي، لكن تعال نقعد نتكلم في خطوط عريضه لما بعد الانتخابات. كان في تخوف حقيقي عن الدعوه السلفيه، وده تخوفها من حتى في يوم 25 يناير نفسه قبل كده، دايما كان بيبقى ليه حرص ابتداء كده على الدماء دايما، يعني الدماء كانت بتبقى نصب عينيها. الناس بتقول عليها جبن، تقول عليها انكفاء، تقول عليها انتم مش ثورجيه. ده كان نهج الدعوه السلفيه، المحافظه على الدماء وحقن الدماء. فكان المحور الاساسي في الحديث مع الفريق احمد شفيق من جانب قيادات الدعوه السلفيه الحفاظ على هذه النقطه، وان احنا هنبقى وسيط اضمن ان لو اعلن فوزك بالانتخابات مش هتحدث مجازر في الشارع، واحنا نبقى وسيط ما بينك. مين اللي هيعمل مجازر بالشارع يا فندم؟ انا اقول لحضرتك الصدمات، الصدمات أيوة بصفة عامة. بس مش فريق الصدمات. فريق شفيق كان ليه؟ هناك ليه؟ الاخرون كانوا يهددون بمجازر في الشارع. لا 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 خالص، لما يبقى في طرفين يبقى لازم الوسيط يكلم الطرفين، ويكلم كمان الطرف الثالث اللي هو المجلس العسكري، مش الطرف الثالث الشهير، قصدي الاطراف الثلاثه. نعم، فده اللي حدث. قيادات الدعوه السلفيه كلمت مسؤول رفيع جدا من المجلس العسكري، كلمت الفريق احمد شفيق، وكلمت المهندس خيرت الشطر. ما بين الثلاثة كان الاتفاق على 7 بنود، أهمها ما فيش مصادمات في الشارع إن كانت النتيجة طالما ما كانش في تزوير. ماذا قال لهم الإخوان؟ ماذا قال لهم خيرت؟ وافقوا على المبادرة، وكان لهم بقى طريقهم الخاص مع المجلس العسكري في إنهاء هذا الاتفاق. إحنا اكتفينا بعرض هذه المبادرة ونبقى إحنا المبادئين بها، والمجلس العسكري وافق على هذه المبادرة طالما كنا نحن الوسطاء. المبادرة دي بتتلخص في إيه؟ 3 محاور. الكلام الأول على حقن الدماء وعدم تواجد أي مصادمات في الشارع. ثانيا أن كان لازم فريق أحمد شفيق يأمن الإخوان، لأن تصريحات كثيرة خرجت. أنا ما بحبش ألف الملفات القديمة، لكن هذا ما كان يحدث أو ما كان يسار، خلينا أبقى بلغة أكثر دبلوماسية، ما كان ينقل عن فريق أحمد شفيق أو ما كان يسار من ناحية بعض أنصاره التهديد والوعيد لجانب الإخوان، وأيضا كان في تهديد وعيد من الجانب الآخر. فكان تاخد وعد من ده وناخد وعد من ده. وعد من الفريق أحمد شفيق إنك لن تلاحق التيار الإسلامي وخاصة فصيل الإخوان بالاعتقالات وعودة النظام السابق بأسوأ صوره مرة أخرى. وكذلك من الإخوان مبقاش في مصادمات لو أعلنت النتيجة بفوزه من غير تزوير. النقطة الثانية اللي كانت مطروحة على الطاولة، المادة الثانية من الدستور أن يضمن هو يتعهد تعهد شخصي أن هذه المادة لن تمس. المسألة الثالثة كان استفسار منه على حقيقة التصريحات وحول الآيات اللي تحذف من المناهج، لأن احنا بنحب التثبت، ومسألة وضع آيات الإنجيل. وفهمنا النظرة الشرعية، أو فهمته قيادة الدعوة السلفية النظرة الشرعية، أن الآيات محطوطة في الآيات وضعت في المناهج الدراسية لأن بيستقى منها اللغة وبيستقى منها الأدب والبلاغة والكلام ده كله، وأنت كده هتؤدي كلامك هيؤدي لفتنة. هو شرح وجهة نظره. النقطة الثالثة أن يبقى في تقدير للأغلبية البرلمانية برئاسة وزراء أو ما شابه ذلك، بحيث يبقى الأمر فيه قدر من التوازن ولا يسمح بسيطرة أي اتجاه على الحكم. الكلام ده هو استقبله قبولا حسنا جدا، وكذلك فعل الإخوان. المجلس العسكري أصر على أننا لو كنا إحنا أصحاب هذه المبادرة فسيقبلها، لو كنا إحنا الوسيط فسيقبل هذا الكلام. أنا هقف عند هذه النقطة وأخرج فاصل، وطبعا نعرفين النتيجة بعد طرح هذه المبادرة. فاز الدكتور مرسي، خسر الفريق شفيق، والفريق شفيق الآن خارج البلاد ومتهم في عدد من القضايا. مين بيهدد مين؟ فاصل ونرجع.